لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ كيف دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ ايوا الحمد لله. اليوم عاوتاني دخلتكم للكوزينه مع وصفه جديده اللي غادي تكون ان شاء الله من الوصفات ديال الصيفيه والاكلات الصيفيه اللي ما تقلش نهائيا، ونبعدوا شويه على الطواجن وعلى المرقه. هانتوما كتعرفوا بان دابا الصيف ما كنقدوش ناكلوا يعني الاكلات اللي هكا فيهم الدسم بزاف. اذا اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله مهله، والاهم من هذا الشيء انها زوينه بزاف وخفيفه، ودغيا كتحضريها يعني تبدلي شويه من كيف ما قلت لكم من الطويجنات وداك الشيء. يلا ها غادي تتبعوا معايا البنات. اليوم كيف كتشوفوا بعدا نبارك لكم جمعه مباركه علينا وعليكم. اليوم ما درتش الكسكسو، وانما بغيت نصوب الرز وغادي نديرو بالطريفات ديال الدجاج. صافي هو هذا. اذا غادي تشوفوا معايا المقادير وانا كنقولهم لكم باش دغيا نمشي نحضر هذه الاكله اللذيذه جدا جدا. هانتوما يا البنات عندنا كميه ديال صدر ديال الدجاج اللي غادي نتبلو بالتوابل التاليه. عندنا هنايا سكنجبير، الكمون، الفلفله الحمراء، البصله بودره، شويه ديال هذاك القزبر يابس. عندي هنا الثومه غبره، غادي نديرو القطيرات ديال الزيت، شويه ديال الصلصه ديال الصويا لايت يعني ماشي مالحه بزاف، وعندي شويه الطريقه ديال شويه ديال الفلفله او السودانيه الحاره. عندي هنايا هادو بالنسبه للتوابل ياك، وغادي ندير معاهم واحد الحكيكه او واحد نص دويمه هكا ديال الزعفران شعره. هذا بالنسبه للتوابل، وندير من بعد حتى كيبقى كيتقلى ندير نضيف لهم شويه ديال المعدنوس هنا عندي مقرد، حتى شويه ديال الزبيب غادي نضيفو للروز. عندي هنايا سميتو الثومه، الثومه دريصات لي ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه. عندنا البصيله هكذا بيضه، ما نديروش ديك الحمراء باش ما تلقناش الكحوله في المرقه. وعندي هنايا واحد نص ولا وحده صغيره، درت وحده صغيره ديال الفلفله هكذا خضراء بالالوان. عندي نص وحده عاوتاني صغيره ديال الفلفله صفراء، ونص وحده حمراء لان كانت الماء هذه حمراء. وغادي ندير مع مطيشه صوص مطيشه، شويه ديال الخل بالنسبه لهنا. غادي نشوف ندير شويه ديال الخل وشويه ديال الصوص لايت. وعندي واحد الزلافه هكذا عامره ديال الروز. الروز خذوا الروز اللي كيكون الفتيله ديالو هكذا طويله، اولا الروز بسماتي. المهم نتوما داكشي اللي متواجد داك المكركب ما ديروهش، هذاك كيجي معجن. وندير معاه واحد البصيله صغيره هكذا غادي نشحرها، وندير معاه واحد العويد ديال القرفه، وعندنا الزبده ها هي دي الزبده والزيت باش غادي نحمروا داك الروز. صافي هذا ما كان، وصافي نبداو على بركه الله. باش بغيتوني نبداو يا البنات غادي نبدا بهذا، ندير البصله تشحر في نفس الوقت نكون انا كندير هذا القوام هذاك الطريفات ديال اللحم. صافي غادي ندير شويه ديال هذا، نقطع شويه ديال الاخر الزبده بسم الله. غادي ندير نردها على النار باش غادي نقلي هذه البصيله هذه، غير تبدا تهبط شي شويه عاد ندير الثومه باش ما تحرق لكم شي الثومه. غادي نردها وديك الساعه نكملوا الوصفه. ناخذوا بالنسبه للرز ناخذوا الطنجره اللي ما كتلصقش، بنفس الطريقه كنديروا شويه ديال الزيت، كنديروا معاها واحد معلقه كبيره هكذا ديال الزبده، بحال حنا غادي نديروا هنايا بحال الرز السوري ولا اللبناني، فهمتوني؟ يعني غادي نحمروه مزيان في الاول، عاد ديك الساعات ما نساوش الملح، راني نسيت الملح ما حطيتهاش. غادي نجيبها وغادي نديرو داك البصيله الصغيره مع هاد الرويس اولا هاد العويد ديال القرفه. صافي ونردها تشحر. صافي يا البنات صافي غادي نرد هاد الطنجره ديالي حتى هي غادي تشحر باش نغسل الرز ونخويه على هاد البصيله هادي، ونغسل معها هاد العويد ديال القرفه. هانتوما يا البنات المقله ديالي سخنات، غادي نكب فيها داك البصيله نديرها كتشحر.
الطنجره ديالي ديال الروز ها هي البصله دي كيف كتشوفوا راها بدات كتحمر حتى هي. غادي ناخذ المعلقه كما كتشوفوا الروز راني غسلته ها هو هذا صفيته صافي. نتوما ديروا الروز على حساب القياس ديال يعني الناس اللي غياكلوا، الا كانوا يعني كثر غديروا القياس ديالكم هكذا واحد زلفه كبيره هكذا صافي. غادي نبقى ندي فيه ونجيب. نتوما يا البنات الروز كيف كتشوفوا معايا بدا كيتشرب بداك ليدان ديال الزبده. ضروري ما ديروا الزبده لان كيعطيه واحد لوكو واحد المذاق رائع. غادي ديروا هنايا تحكوا ديك شويه الضمه ديال البنه، ومن بعد غادي نزيد له الخرقوم. طبعا غادي نتبلو ثاني بالابزار، هذا غادي نخليها باش نديرها في الشاورما. نجيبو الدريسات لان الرز من كنقولوا الرز نقولوا الثومه، يعني الرز كيبغي هكذا يتبل بالثوم باش يعطينا النكهه زوينه. انا غادي ندير هكا هاد السوش. بسم الله يجي رائع من جد. هاد الاكلات هكذا ديال الصيف خطيرين الصراحه، كيجيو فنين وخفاف. من بعد غادي نحط لكم في اوبر دانفو، نحط لكم المقلوبه حتى هي كتجي زوينه. شي نهار غادي نولي نعاودها معاكم. ها هو شفتوا هاد الرز هاد النوعيه هادي كيجي غزال. نديرو شويش ديال الملحه باش ما ننساوش صافي. وغادي نديرو هكا غير شي شويه لان من بعد غادي ندوق. ما ننساوش التوابل اللي غادي ندير هنايا، شويش ديال الابزار، وطبعا نزيد شويه ديال الخرقوم، غير شويه ديال الابزار هكا باش يجينا لذيود. هكا نزيدو شويش ديال الخرقوم، غير شويه راه كافيه هذاك باش يجي يعطينا اللوين صافي. غادي ندير معاه داك هنايا لا قيمت 50 غرام، هذا غير كان شايط لي في الثلاجه وقلت غادي نديرو هنايا. مره اخرى ندير لكم واحد الاكله زوينه بالرز، فيها واحد الطريقه زوينه تعجبكم، منها سلطه منها اكله صافي. ها هو بدا كيشد راسو صافي. انا غادي باش نخوي عليه الماء، طبعا الماء يكون سخون، يعني كيلا درت مكيال ديال الرز زلافه، غادي ندير جوج زلايف، ندير جوج زلايف ونص حتى يغلى. خليو عليه النار مجهده، غير يغلى ديك الساعه تنقصوا عليه وخليوه على جانب مليها يطيب على خاطر صافي. داكشي اللي غادي ندير، غادي نسد عليه. رجعوا البصيله ديالنا هي كيف كتشوفوا راه بدات كتحمر. غادي نضيفوا الفليفلات ديالنا باش حتى هي كتقلى معها وكتهبط. ندير لها شويه ديال الملح، راني باقي ما تبلت هنا حتى بشي حاجه صافي. وغادي نبقى ندي فيها ونجيب صافي. غادي نخلي غير داك هانتوما كتشوفوا، غادي نخلي غير داك المعدنوس حتى الاخر صافي. غادي نبقى هكذا تنشحر فيها صافي صافي. حنا الرز اللي غياخد شويه ديال الوقت، اما هادي راه دغيا كتهبط الخضر باش تعطيني لوكو والمذاق صافي. يعني ثلاثه درنا جوج في الرز ووحده هنايا مع الفلفله. الفلفله كنديروا شي شويه ديال الملح، ما نكثروش لان من بعد غادي نخلطوها مع الصدر ديال الدجاج. نديروا غير شي شويه اللي غادي نديروا فيه لاصوص صويا. اذا درت غير شويه، غادي ندير شويه ديال البزار وشويه هكا شويش ديال البزار صافي، فقط الملحه والابزار هكا. ندير غير شي شويه صافي ونخليها وندوز بكم باش غادي نشرملو داك الحيمه اللي باقي راه هي كتستنانا. نبداو نقولوا بسم الله، نبداو بان شويه ديال التسكين شبير، عندنا شويه ديال الكمون غير شي شويه، عندنا شويه ديال التحميره باش يعطينا اللوين. وغادي نحك فيه هاد الضويمه اللي بقات، الضمه ديال الزعفران شعره، صويا صوص هكا شفتو كيعطيها لذه زوينه.
هكا نديرو شويش ديال الزيت، غير واحد المعلقه هكذا صغيره صافي. نديرو شويه ديال الخرقوم، غير شويه باش يعطينا اللويين هكا. شويه ديال هذا الابزار واحد هكا، غير ربع معلقه، يعني نكثروا هذا سكنجبير على الابزار. غادي ندير واحد شويه، عفوا غندير واحد شويه ديال الحار، غير شي شويه باش تبنن صافي. غادي نديروا ديك هذا البصله، البصله ديال هكا مدقوقه، الثومه، هذه الثومه غبره صافي. غادي ندير شويه حتى هي راها محجره لي لتحت. درت الثومه غبره، وغادي نضيفوا هذا داك القزبر اليابس. غادي ندير واحد شويه ديال القزبر اليابس، غير واحد هكا ربع معلقه وصافي صافي. هذا ما كان، الا عندكم التوابل ديال الدجاج اولا ديال الشاورما ديروها صافي. غادي ندير واحد القطيره ديال الخل فقط، غير واحد القطيره صافي. وغادي نحركها مزيان، نحركوهم مزيان التوابل هكا. هانتوما يا البنات، رجعت لكم بعد ما كتهبط لينا هاد البصيله مع داك الفلفله صافي. راه هي طابت وترخات، كنديروها هكذا فواحد الطبسيل باش ندوزو نقليو داك الحيمات ديالنا ديال الصدر ديال الدجاج. بنفس الطريقه كنديروا نخليو هذا هكا على جانب، شفتوا كيجي غزال؟ هانتوما شفتوا. غادي نخليه هكا على جانب. بالنسبه للروز غادي نقرب لكم تشوفوا الروز. الروز صافي راني ما تحركوش نهائيا، كتنقصوا عليه العافيه وكتخليوه. هانتوما كيف كتشوفوا كيف كيجي مفروز مع ديك القريفه صافي. غادي نخليه، غادي ندير له نوضع له غير واحد الطريفه هكذا ديال الزبده من الفوق، باش ملي غادي نحركو شفتوا كيفاش ديروا له غير هكذا. القياس ديالو د الماء هو هذاك هكا، طريفات هكا ديال الزبده، وخليوها على الصهد ديالو يكمل الطياب ديالو صافي. بركه مزيان. غادي نرجعوا لهنايا لهاد البوطه هادي ولا هاد المقلات اللي غادي نديروا فيها، قلنا غادي نديروا فيها الزبده ونديروا فيها الزيت باش نحطوا الحيمه ديالنا. وديك لاصوص طوماط فين غنديروها اللي خليت؟ غادي ندير ناخذ منها غير واحد المعلقه كبيره هكذا، ونزيد معها المعدنوس حتى يكمل هذا الشيء، وغادي نخلط ونزيد واحد المعلقه ديال المطيشه صافي. هذا ما كان البنات، غادي نخليها نبقى هكذا كنقلب فيها. هانتوما يا البنات، كلشي واجد معايا كيف كتشوفوا. الروز عندي هنايا داك صدر ديال الدجاج اللي جا كيحمق بديك لاصوص صويا اللي عملنا له، كيجي واحد المذاق يا البنات، غير جربوه والله الا غادي يعجبكم بزاف. عندي هنايا ديك الفلفله اللي كيف كتشوفوا معايا، وعندي هنايا هاد المول اللي غادي نبريزونتي الاكله ديالي هنايا في المول العجيب. غسلته وغادي ندهنه بالزيت حداكم هكذا، ندهنو كاع باش ما يخسق لياش الروز. ديك الزبيده ها هي دي دابت، بسم الله. غادي نحركو واحد التحريكه اوليه هكا، هكا شفتو، ها هو ما ملصق ما والو. وضروري ما هكا طيبوه في واحد طنجره اللي ما تلصقش، انا عندي هادو ملبسين ما كتلصق لياش، فهمتوا؟ ما كتلصق لياش الروز. Thank you.
ديالي كيف كتشوفوا معايا الطبق النهائي ديالي ها هو ده امامكم، كيجي غزال والمنظر ديالو كيشهي. ورافقته هنايا بواحد العصير ديال الفروتة، عملت ليه درت عصير ديال التشين البرتقال وزدت معاه بنانه واحده كبيره وزدت ربعه ديال جوج شهديات وجوج خوخات صافي. وطحنت كلشي بلا سكر بلا حتى شي حاجه باش يجينا اكثر طبيعي. ايوا هذا ما كان غادي نخويوه هنايا في الكؤوس، هانتوما كتشوفوا بسم الله هكا. دابا غادي نتغداو ان شاء الله، كيجي العصير منعش وبارد لان الفروته كانت كامله كلشي في الثلاجه. كيجي غزال يا البنات، جربوه جربوا سواء الطبق ديال الروز اللي عملته لكم على هذا الشكل بالمنظر ديالو الجميل، او حتى العصير اللي عملته بشكل طبيعي. كتزيدوا فيه غير شي شويه ديال الكلمة الا جاكم خاطر بزاف، او لا تزيدوا فيه يعني الليمون يعني التشين يعني العصير ديال البرتقال. هذا ما كانت من ان شاء الله يا البنات اليوم الاكله ديال اليوم والغداء ديال النهار اليوم ديال الجمعه يكون عجبكم. وما تنساوش يا البنات تلايكيو لايكيو عليه، راه غزال الطبق كيشهي وفنوا داك المذاق ديال الحيمات اللي عملنا ديال الشاورما كيجيو رائعين رائعين بزاف. ايوا خليت لكم الراحه وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى بحول الله. دائما في الوصفات الصيفيه الخفافات اولا الخفافين هكذا باش ما نتقلوش على راسنا بزاف. وما تنساوش تصابوناو معنا في القناه باش يوصلكم مني دائما الجديد. وايضا كنشكركم بزاف على التواصل ديالكم، نشكركم بزاف على يعني على السؤال ديالكم، كتسولوني كيف راني دايره لاباس الحمد لله كلشي بخير وعلى خير.